لا خالص، ما عنديش مانع، بس ابعت لي ايميل بكل الديتيلز. مع السلامة. انت بتعمل كده ليه؟ الشركة وخط الانتاج بتوعك، انت تقدر توسع تاني ليه؟ طب لما انت عارف كويس ان هم بتوعي، خلاص انا حر. ايه بقى التخريف اللي انت عمال تقوله ده؟ حر في انك تغيب على الشركة ملايين، كسبت من ده ايه؟ يا حبيبي افهم، انت لعبة اشتريها سعيد الكومي لبنته عشان تلعب بيها شوية قبل ما تموت، مش أكتر. انت عارف انت مشتري ليه يا مصطفى؟ عشان انا أحسن منك، وأحسن منك بكتير قوي كمان. أنا على عمري ما خنت ولا غدرت أقرب الناس ليا. اللي انت بتعمله ده معناه انك عايز تخرب الشركه دي وتهز ابوك. للاسف الشركه دي بدات تخرب من اول يوم انت حطيت رجلك فيها. اتفضل بقى اطلع بره وما تورنيش وشك هنا تاني. اتفضل. نزلك يا مصطفى. مش هنزلها. هتعمل ايه؟ انت جننت ولا ايه؟ وانا اعلمك تتكلم معايا ازاي يا حيوان؟ يا جماعه يا جماعه بره. يا جماعه صوتكم صوتكم طلعوه بره. اتفضل اتفضل يا زحمه اتفضل.